هننتقل هلا للشغل الشاغل هالفتره بلبنان، وخاصه موضوع المظاهرات، الاحتجاجات، الاعتصامات، المسيرات، شو ما تم تسميتهم. كل الاشخاص مثل ما كنت عم بحكي الصبح اللي بينزلوا لحتى نفذوا اي نوع من هالانواع بيكون واسطه معهم لهون، بس اهم شيء انه واحد يكون هالشيء بطريقه سلميه وما يصير في شغب بوقتها، لانه هذا الشيء كثير بياثر اكيد على الجميع. وانا طرحت السؤال من يومين ولاحظت انه في كثير ناس قديش بيكونوا محمسين، في كثير ناس بينزلوا وفي ناس بيقولوا ما بدي وجع راس وبخاف انه اتعرض لمشكله او اكل قتله. رح تحكي عن هالموضوع اكثر اليوم تانيا، وتحكي عن الوجه الانساني للمظاهرات بحديثها اليوم بخلينا نحكي. تانيا صباح الخير. صباح النور. موضوع شغلنا كلنا طبعا. اكيد طبعا. ومثل ما قلت غيدا، من بعد ما كل اللي عم نشوفهم عم نقضي ساعات امام شاشه التلفزه، اذا ما كنا على الارض يمكن وشفنا العالم، هيدا شغله الشاغل بهيدي الايام. ومن مشاهدات، من متابعه، وما هيئتها رح تكون الى نهايه قريبه، يمكن يعني لحد يمكن تحقيق قسم كبير من المطالب. إن شاء الله. فاليوم عم نعمل عمليه تحليليه صغيره، الوجه الانساني للمظاهرات. ليش بتصير مظاهرات؟ ليش الناس بتنزل؟ لو قد ما في العالم هيك اوقات بتقرا على بالتحاليل الصحفيه او على السوشيال ميديا، في ناس دغري بتروح على المخطط وعلى في ناس وراها وفي اطفي، ما رح انكر يمكن في بيكون بالمظاهرات في شيء مخطط من وراء، بس ما بتنزل الناس اذا ما كانت ارضيه جاهزه تلفانه ميته مثل ما قلتي واصله معها لهون. والا لو بقتوا الحاله نظموا مظاهره ما بينزلوا. اذا منه مدقور الفرد بالمجتمع لهالدرجه ما بيحمل حاله وبينزل بيشارك بتظاهر. فاذا والمظاهره اللي بتصير بطرقات. عاده معودين نحن اخر فتره بلبنان غيدا المظاهرات بينظمها احزاب بلبنان، ولما المظاهره بينظمها حزب اكيد بتكون منظمه اكثر، لانه بيكون الاشخاص المنتميه لهالحزب المعين نازله وكلها بهمها انه ينجح الاعتصام، والمعارض ما له جلاده ينزل معهم، يلي ضدهم ما بده ينزل ولا بده يتعاطى معهم، خليهم ينزلوا يفشوا خلقهم هلا بكره نحن الى ما هنالك. بس اللي عم بيصير من قبل 22 اب، بس 22 اب اذا بدك محطه قلبت فيها، اللي عم بيصير حاليا بين هلالين، انا بخاف من كلمه ثوره، ثوره شعبيه رح استعمل الكلمه كمان، او اعتصام او نزله شعبيه، يعني ما في حزب وراها، ما في تنظيم منظم جدا حواليها، في امور حياتيه يعني هذا اللي عم نعاني منه. واللي عم بينظموا غيدا هن اشخاص ناشطين بيئيين اجتماعيين سياسيين اللي بدك، والناس اللي عم تنزل لما بلشت تنزل بالالاف في كثير عندهم اسباب كثيره، يعني سببي يمكن ما يكون ذاته سببك المباشر، يمكن انا سببي الاساسي الكهرباء اذيتني اكثر، انت سببك الاساسي اساس النفايات، غيري سببه الاساسي ما في رئيس، لانه في هالقد اسباب لننزل صحيح على الطريق. صحيح. فمن الطبيعي انه الاعداد تنزل بقوه، ولما بننزل على الشارع وهيدا شيء كثير مهم نفهمه، الشارع منه لا ملكي ولا ملكك، ولا ملك مجرد المثقف، ولا ملك مجرد الازعر، ولا ملك مجرد المرتشي، الشارع ملك الكل. صح. ولما بتنزل اعداد بهالكبر الشارع في بمكان باماكن معينه يصير في تعديات، يصير في اوفر، ينزل ناس اوفر، لانه مش كلهم نازلين من فرد لون، مش كلهم جايين من باك جراوند واحد، هيدا الطريق، الطريق هي قسم صغير من لبنان. يعني بلبنان يلي عم نشوفه في من كل يلي شفناه تحت، في الاهالي، في الاولاد، في الناس نازلين كلابهم، في الناس الفنانين يلي عاملين اعمال كثير حلوه ليتظاهروا سلميا. ما بدنا نحط كل الناس تحت فرد مظله، وما فينا نعمل بلد وين ما كان بالعالم من نفس النوع شريحة. ولا نفس الشريحه، فاذا بدنا نتقبل هالشيء، طبيعي صار اعمال شغب كلنا 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 بكتنا. ايه. بكتنا. واكيد في ناس يمكن في بعض الاحيان سموهم مندسين، مشاغبين، بدك اياه التسميه، وفي ناس يمكن مخططين ينزلوا فقط يعملوا هالاجواء العنيفه بمظاهره سلميه المشحونه. وبعدين بس تبلش بكفي انه ينزل 10 20 30 شخص هدفهم يأذوا، لبعدين مين ما عباله انه مين ما انه معصب يمكن كثير في يشارك بالتخريب، تفلت الامور بمكان ما، منيح انه رجعت الضبضبت. فاذا ما فينا نحط كل الناس تحت مظله. وبدي احكي شغله اهم غيدا، حتى الناس اذا بدنا نسميهم مندسين، حتى اذا بدنا نسمي انه في ناس محششين نزلوا، حتى اذا زعران تصرفوا بزعرانه، انا بتطلع على هدول الاشخاص يلي هن شباب باغلبهم،
بزعل كتير 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 عليهم غيدة، لأنه هو أول ضحايا الوجع. مزبوط، أول ضحايا الوجع، البطالة، قلة المال، قلة العلم، لا إمكانيات، هن هول الأشخاص يلي إذا بيقولوا له ننزل بينزل، مستعد ياكل قتلة لا يعمل شيء. هل قد مش عارف يتصرف غير بغضب، ما تعلم غير الغضب. يعني قد ايه عندنا شغل بلبنان على مناطقنا بقلب بيروت وبقلب الشمال وبقلب عكار لحتى عن جد كلنا ننفتح على بعضنا لحتى نشوف قد ايه وجعنا كبير. يعني حتى الانسان اللي منأذي اكثر مني يمكن نزل ليعمل مشكل. فإذا ودم محامي هو شاب فلازم نشوفهم بهاي العين وهاي العين، ضروري انه نشوفهم. رح نبلش نشوف رح نشوف صوره صارت صوره امبليماتيك للتظاهره، هي من اول من السبت 22 اب. هيدي الصوره اللي عم نشوفها على الشاشه هي صوره بلشت تبرم العالم اذا بدك، صارت صوره امبليماتيك للي صار اول يوم للي كانت التظاهره سلميه 100%. الاهل كانوا نازلين مع اولادهم مع عيالهم لانه كانت التظاهره سلميه، وفجاه صار في استعمال مفرط بالقوه على الناس وصار يلي صار. هالصورة بتعكس اللي صار. من حظي انه الست يلي بالصورة هي زميلة لانه مستقبلينا قبل عنا على البلاتو، هي نور حسن يلي هي معنا هلا على اتصال. كانت اخذي ولادها مثل كثير ناس. ايه مزبوط. لانه بتامن انه تتعلمهم دورهم المواطنة. ما رح احكي انا عنها ليش اخذتهم، بس الو نور انت معنا؟ مرحبا تانيا، صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك نور. أكيد هالشهرة المفاجئة بالإعلام ما كانت هدفك لما نزلتي على المظاهرة وأخذتي طفليك معك مثل كتير ناس بكل الأحوال، ليش نزلتيهم معك لأولادك؟ تانيا أنا يمكن أنت بتعرفي أنا من الأشخاص اللي بعتبر من دوري كمواطن إن أنت على الشارع وطالب بحقي أو أرفض واقع مذل ومهين عم نعيشه. وأنا مش أول مرة بأخذ معي أولادي، يعني أنا بعتبر لما نحن عم نحكي عن مظاهرة سلمية حقنا كمواطنين ننزل على الشارع كمدنيين، ننزل هيك حتى كعائلات. وانا يعني صحيح هالصوره يمكن كثير انتشرت، بس انا صراحه كنت واحدة من مئات الامات اللي كانوا موجودين واللي انا التقيت فيهم وكثير انبسطت ان التقيت فيهم يلي عم ننزل لهم نبكي باجسادنا. يمكن هيدا كمان يعني نموذج عن المقاومه المدنيه السلميه واللاعنفيه كمان. احنا نازلين باجسامنا مثل ما نحن يعني جايين من البيت كلنا سوا كعائله نقول انه نحن رافضين هيدا الواقع، نرفضه لالنا، نرفضه لاولادنا. حتى هيدا تمرين انا بعتبره للولد من هو صغير ليعلى يمارس دوره المواطني، فانا بعتبر هيدا واجب كنا عم نعمله. مزبوط. وطبعا للاسف ويمكن ولا لحظه كنا بنتوقع لانه ما حدا بينزل ليضحي باولاده ولا يضحي حتى بحاله يعني. صحيح. بس ما حدا كان متوقع رده الفعل، يعني بيأسفني انا كثير وكثار اكيد يعني. يعني هالصوره فيها كثير وجع لانه يمكن واحد بينحمي بنظامه، بيعتبر النظام بيحميه، بيحمي له حقه بحريه التعبير وبالديمقراطيه بالتعبير. مزبوط. فاخر شيء كنت بتصور يمكن انا او غيري انه يكون نظامنا يدير علينا النار يعني. مزبوط. هيدا كان يمكن كانت وهله فعلا كبيره. صحيح. وبس تخيل انه هالصوره بذات الوقت بتعطي يعني رغم انها كثير موجعه ويمكن الكل قاله بتذكر بايام الحرب وانا فعلا ما فيني اطلع فيها بصراحه تانية، بس بقلب هالصوره في امل يعني، في امل انه نحن عن جد كناس بعدنا عنا يمكن هيدا بعدنا عنا هيدي الروح تبع المقاومه، مقاومه اللاعنفيه، مقاومه المدنيه، انه نحن موجودين بحق لنا ننوجد ونحن لازم نرفض ونحن بدنا نمارس واجباتنا، ما حنقعد ببيتنا ننق على الوضع ونسكت او نقدم طلب هجره لاول مكان بيفتح لنا. صحيح صحيح صحيح. نور في امل من هيدي الناحيه. صحيح. ونور بالصوره كمان وراكي في عائله ثانيه، يعني كمان هلا يمكن انت بمقدمه الصوره بس وراكي كمان عائله ثانيه مع اولاد مثل ما قلتي. هيدا حق. كتار وكانوا كثير كتار. صح كانوا كثير كتار. وانا مثلا اولادي انه ليه بعد ما نزلنا لازم ننزل، هيدا انا اولادي قالوا لي انه قضيه محقه. فهيدا دور المواطن بنتعلمه من احنا وصغار وبنعلمه لاولادنا من هن وصغار التظاهر السلمي اللي هو مكرس بالقانون. نور بدي اشكرك كثير وبدي اقول انه انا بعتبر انه كأم انت مثال للحياه السيتويان يعني المواطنه كيف لازم تكون بالبلد. وبقول لك الحمد لله على السلامه، مثل ما بقول لالاف الناس اللي نزلوا اولادهم الحمد لله على السلامه. بعرف انه كانت رعبه كأهل بلحظتها طبعا، وعلى امل اللقاء كمان بحل لكل هالازمات
سوا ونشوف انه النتيجه انه التظاهر السلمي بيوصل لنتيجه ان شاء الله. اكيد قريبا جدا ان شاء الله. صح ان شاء الله. بالفعل التظاهر السلمي حق مقدس ومكرس بالقوانين وبالدستور اللبناني، فهيدا الشيء طبيعي ومن الطبيعي انه واحد ياخذ ولاده لما بيكون نازل. فلهالسبب حبينا نحكي مع نور ونشوف، لانه عاشت لحظات كثير صعبه مثل كثير اهل بالصوره. صح. عم نشوف صوره ثانيه بالمظاهره كمان بينزل مسنين. مزبوط. امراه بدنا نقول هيدي الصوره كورتيزي اوف موندانيتي، مجله موندانيتي اخذناها منها. شفنا كثير شيوخ وشفنا كثير مقعدين. شفنا ناس مقعدين عم بيحملون الناس فوق اكتافهم ليقربون لقدام. التعاون كان في تظاهره فنيه بالمظاهره السلميه، يعني كان في ناس خلوقين لابسين سطول كبيره عاملينهم درامز عم بيدقوا عليهم انه على النفايات. المطالبه والتظاهر حلو، يعني ما فينا نشيل كل هالصور الحلوه ونترك بس صوره الشغب. لا، الشغب هو جزء كثير 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 صغير، لانه نحن بالشارع ونحن ما بنملك الشارع، كل الناس بتملك الشارع، ولانه بمرحله معينه صارت الناس مش حافظه غير هالصوره اللي عم نشوفها. بس لا، في اكثر من هيك، الناس بتنزل لانه استوت. صحيح، في ناس خلاقه، يعني بتحب اوقات تفش خلقها بطريقه معينه، مش بس بطريقه يعني هيك كئيبه اذا فينا نقول، او طريقه سلبيه. بالعكس، بيكونوا نازلين بدهم يحطوا شويه بسمه، لانه مثل ما صرنا بنقول دائما نحن صرنا بنضحك على مصايبنا لحتى نقدر نقطعها. وفي صور كثير حلوين غيدا، صارت علاقه رائعه بين الناس وبين السلطه. بين الشرطه اذا بدك، بين الدرك، بين الجيش الموجودين. في فيديو ما بعرف اذا بنلحق نشوفه، رح نشوفه سوا. رح تشوفي انه عن جد احنا كلنا ناس مثل بعضنا، اوقات بننحط بوجه بعضنا. صوره الدركه يلي انهار على، صحيح، هيدي شفناها وكانت كثير كثير بتزعل. صحيح. رح نسمع هلا، رح نشوفها. اشرب لك نقطة مي. ما في مي. غيدا، مين يلي شاله للدركة؟ مين يلي اجى عليه؟ المواطنين يلي بوقت الشغب موجودين. إذا ما نحط كل الناس بصورة سيئة. نحن والعناصر اللي لابسة هالبدلة، نحن كلنا مواطنين ومثله مثلنا، عندهم أعياد ومثلنا مثلهم، بيزعلوا وبيبكوا. أنا هيدا الشخص بعده خيي، بعده ابني، بعده بيي، بعده هيدا شخص مثلي مثله. والحلو إنه قد ما نكون بوجه بعضنا، آخرتها كلنا بدنا بلد منيح. مثله هو نفس الشيء. هون بالعكس، الصورة الثانية اللي عم نشوفها، الدرك اللي عم بيقبل متظاهر، الجسم العسكري نفذ ثم اعترض، هيدا دوره، هيك بينطلب منه. ما عنده لما خيار. بتم كثير استفزاز اوقات بامور كثير مشينة، وفي خطر. الاماكن السياسيه اذا بدك، السراي، المجلس النيابي، من الضروري يحموها. نحن عارفين الناس. صحيح. اللي نزلت تتظاهر بتعرف هيدا الشيء. الناس اللي عم بتشاغب كان فكره انه تاذي هيدا الشيء، انما علاقتنا كان كبشر مع بعضنا، هي هي. صحيح، هي هي هيدا الاساس. وفي صور كمان كنا عم نشوفها كيف عم يرمون بالورد ونسلم ويسلموا عليهم. وفي بمرحله معينه رسموا لهم الاقلام الحمراء على الدرع الازازي. البلاستيك البلكسي جلاس اللي حاملينه قلوب بالقلم الحمراء. في علاقه، هيدي العلاقه الانسانيه، ما التركيز على النزاع مش على الشخص. هيدي الصوره انا كثير بحبها. في شخص اخذ سيلفي كمان كورتيزي من مجله مودانيتي، حاطينها عارضينها اخذناها عنهم. الشرطي ورا عامل له علامه النصر، مع انه دوره انه يوقف بوجهه لهيدا الشاب اذا قرب وشال الأسلاك الشائكة. إنما أنا معكم، أنا مثلي مثلك، أنا مواطن بهالبلد. وآخر شيء غيدا بدي أختم، الجدار بين هلالين العار يلي أرز مع دغري بشكل سريع. صحيح. شيء يلي هو عم يركب صار لوحة فنية. مزبوط. هالقد نحن شعب خلوق، هالقد نحن شعب خلاق وإيجابي وفنان، وهالقد عبالنا نعيش بسلام مع بعضنا. ما بدنا نسقط نظام، بدنا نبني نظام. مزبوط. بدنا نبني بلد نخلي أولادنا فيه، ما بدنا نعمر جدار بين حدا وحدا أبدا. وهيدا مثل ما قلتي، يعني الجدار العار، انما الحمد لله رجع طلع بسرعه، بس رجع مثل ما طلع بسرعه نزل بسرعه، نشيل بسرعه. واكيد ان شاء
الله يا رب الله يقرب المسافات بين الكل والمواطنين يقدروا يحصلوا على كل حقوقهم المحقه صح ومطالبهم اللي لازم توصلهم اكيد والعيش الكريم. بنشوفك نحن الاسبوع الجاي ان شاء الله تانيا ورح نتابع بعد لحظات محطتنا المفصله مع الشفريت. خليكم معنا.